رح كون عم ساعدكم تنقدروا نكون عم نعمل هوم وورك، ونقدر نتأكد إنه هيدا الهوم وورك مظبوط وعم بيوصل للتلاميذ. رح نبلش من الأول، رح نفوت على إيكول نوتردام. لما منفوت على إيكول نوتردام كل حدا منا عنده اليوزر نيم والباسورد تبعوله. أنا رح فوت من عند مدام جسمة من بعد إذنها على اليوزر نيم والباسورد ومنكبس ساين إن. لما منوصل على الهوم بيج تبعنا في ثلاث أشياء بدنا نكون عم ننتبه عليها. أول شغلة هي هيدا المساج اللي من خلاله رح منكون عم نخلق الهومورك. تاني شغلة هي هيدا الكليك، كمان اسمها مساج بس اللي هي تحت اسمنا، منكبس عليها تنكون عم نشوف المساج اللي نحن عملناهن، بس مش ضروري نكون وصلوا للتلاميذ. تنتأكد انه وصلوا للتلاميذ في عنا هيدي الريبريك اللي اسمها دوفوار، بس نكبس عليها منقدر نشوف اذا الدوفوار يلي عملناه، اذا هالهوم وورك يلي عملناه عن جد وصل للتلاميذ او لا. رح نبلش ايتاب بار ايتاب. نكبس على المساج اجوتي هوم وورك. سوجي رح منكون عم نكتب صف، بار اكزومبل او بي 7. فيني يكون عم حدد سيكسيون وفيني لا. اذا انا بعلم لي 3 سيكسيون دي او بي 7 بكبس بس او بي 7 اذا عم ببعث لهم نفس الشغله، واذا عم ببعث لكل صف شيء محدد ساعتها بحط السيكسيون تبعه. نرجع دوفوار واسم الدوفوار، نرجع الأور دو فان. أنا بدي إياهم يسلموني الدوفوار لو 24 مارس على الساعة 4:30. في عنا روبريك كتير مهمة اسمها ليكتور سول. لما بكبس على ليكتور سول فإذا أنا ما بدي الولاد يردوا علي، ما بيقدروا يبعتوا لي اتاتشمنت، ما بيقدروا يبعتوا لي كومنت. هيدي الريبريك بنستعملها وقت اللي بنكون عم نبعت للتلاميذ جوجل فورم او جوجل دوكس، شي بدهم يعبوه ديركت ويعملوا له سبميت مطرح ما نحن بعتين له اياه. لما بشيل التيك عن ليكتور سول فاذا صرت انا شوي اكثر بانتر اكسيون مع التلاميذ، بيقدروا بكعب الباج بيشوفوا شي اسمه اتاتشمنت وبيقدروا يبعتوا لي اتاتشمنت الدوفوار يلي انا بعته. يعني بار اكزامبل اذا انا قلت لهم حلو بالباج 85 بكتبكم الاكزرسيس 1 2 3 وابعتوا لي اياهم كصوره، لازم ما اكون حاطه الكليك على ليكتور سول تيقدر يبين عند التلاميذ باخر الباج اتاتشمنت، يعملوا سيلكت يبعتوا لي الاتاتشمنت وانا يوصل. اذا انا عم ببعث لهم جوجل فورمز او جوجل دوكس بكبس على ليكتور سول. رح نعمل تيست هلا انه التلاميذ يردوا لي. رح شيل الكبسة عن الليكتور سول ورح نفوت على البوكس يلي أهم شي بالنسبة لإلنا تنقدر نكون عم نبعت مزبوط الدوفوار. في ثلاث أشياء كتير مهمة لازم ننتبه عليها. في شي اسمه attachments، والأفضل إنه نكون عم نبعت صورة أو حيالة دوكيما، بس أنا بفضل نكون عم نبعت صورة عليه. بحط select على مطرح ما بدي نقي الصورة، بنقي البيكتشر أو الدوكيما يلي بدي إياه وبعمل له open. تأتأكد إنه نعمل هيدا الاتاتشمنت ببين في عندي ان بوان فير. بقلب البوكس بدي اكتب لون كليكي ايسي بور ريبوندر او تيست. رح نكتبها مرتين، مرة نحط عليها لينك للجوجل فورم ومرة نحط عليها لينك لحيلا دوكيومون تاني. بعمل سيليكسيون على كليك ايسي، وهون اذا بدي احط لهم لينك للجوجل دوكس او للجوجل فورم يلي عم ببعتها، فاذا بدي نقي هيدي الريبريك يلي هي هايبر لينك مانجر. بكبس على هايبر لينك مانجر بيفتح لي هيدي الصفحه تقدر جيب اللينك تبع الجوجل فورمز. بدي فوت على الجوجل فورم يلي عملتها. بار اكزامبل انا عملت هيدي الجوجل فورم، بعمل سند،
بيعطيني دي زوبسيون سند فيا ايميل او بيان سند لينك. انا بكبس على سند لينك، بكبس على شورتن يو ار ال، تصغر اليو ار ال، بعمل رايت كليك كوبي، برجع بروح على الدفوار يلي عم بعمله، بعمل سيليكسيون لكل اليو ار ال وبعمل رايت كليك بيست. صار اليو ار ال تبع الجوجل فورم او الجوجل دوكس يلي بدي ابعته للتلاميذ موجود هون، محطوط على كليك اي سي. وانا بفضل التارجت يكون نيو ويندو، تبس يكبسوا على كليك اي سي تفتح لهم باج جديده، ما يكونوا عم يخسروا الباج تبع الداتا ريز اللي كانوا فاتحينها قبل. نحط اوكي، واذا مننتبه صار على كليك اي سي عندنا كولور بلو واندرلاين. اذا بدي بس حط لهم ان دوكيومون يفتحوه، بار اكزامبل دوكيومنت او باوربوينت او حيلا شي تاني بي دي اف بدي اياهم يشوفوه كونسلتي ويمكن يرجعوا يردوا لي اياه، بعمل كليك اي سي وبفوت على دوكيومنت مانجر. بقلب دوكيومنت مانجر بعمل ابلود، وبنتبه انه الفايل يلي بدي يكون عم ببعته لازم يكون ماكسيموم 10 ميجا. بعمل سيلكت، وبروح على الدوكيومون يلي بدي ابعته، بار اكزامبل هيدا دوكيومون بي دي اف، بعمل اوبن. وبنتبه كمان انه لازم يكون هيدا الرون صار لونه فير، وبكبس ابلود. لما بكبس ابلود بتبين لي هيدا الصفحة، هو مكتوب على كليك اي سي، وبنتبه على التارجت انه يكون عم زبطه، وبيرجع انسرت. نفس الشيء كليك اي سي رح يكون عم يبين علي لون بلو واندرلاين. لما بخلص بروح على continue. بcontinue بدنا نكون عم ننقي اي تيب اشخاص بدنا نبعث. بدي ابعث للبارون، والافضل نكون عم نبعث للبارون. بنقي اي صف عندي اياه، انا عملت الدفوار للابسات، بنقي الابسات، بحطيك على الابسات وبعمل اجوتي. وبليز خلينا ننتبه انه نحط اجوتي. لما بكبس على أجوتي في شغلة كتير مهمة، البار الخضراء يلي كانت فوق وفي عندي هون ببين لي بارون أوبيسات أ، بارون أوبيسات بي، بارون أوبيسات سي. فإذا أنا عم ببعت لهيدول البارون، أهم شي نتذكر إنه بليز نبعت للبارون، لأنه كل التلاميذ عم يفتحوا على الأكاونت تبع أهاليهم. لما بخلص هيدي الشغلة بعمل كونتينيي. لما بتفتح هيدي الصفحة مش يعني أنا بعثت له للولد وصار للولد واصل، لا، هيدي الصفحة هي تا أنا أتأكد من الشي اللي عملته وبعرف إنه مدام جسما أكري كليك إي سي بور ريبوندر أو تيست، وإذا كبست على إي سي بيفتح لي الدوكيومون يلي أنا بعته للتلاميذ. فإذا مزبوط الشي اللي عملته، نفس الشي كليك إي سي بور ريبوندر أو تيست دو، لما بكبس بيبين لي الدوكيومون يلي انا بعته للتلاميذ. وفي عندي هالصوره يلي حطيتها بالاتاتشمنت كمان بتفتح، تفتح عند الاولاد بتعمل دغري داونلود، واذا مننتبه هي حصارت بكعب الصفحه، لما افتح بتبين لي الصوره. اذا متذكرين نحن شلنا التيك عن لكتور سول، مشان هيك عند التلميذ بيبين لنا هيدي الريبريك يلي هي اتاتشمنت، بيقدروا يعملوا سيلكت للاتاتشمنت، وبيقدروا يعملوا ريبوندر، وبيقدروا يبعثوا لي لريبونس. تا يقدر يبين عند التلاميذ بضل عندي ثلاث اشياء اعملها. بوبليي، بكبس على بوبليي تا اتاكد انه سي بوبليي، بيفتح لي هيدي الصفحه الجديده. بعمل ايبنجلي تكون عم ساعد التلميذ انه يشوف هيدا الدفوار بالاول عنده بقلب الدفوار. لما بكبس على الإبانجلي بيعمل إبانجلي وبيحط لي أوبسيون تانية يلي هي ديز إبانجلي. وبرجع آخر شي على نوتيفيكاسيون، بكبس وبحط أنفويي رابيل، وبنطر تترجع تفتح الصفحة أو تيبين لي روبريك لونها فير وقايل لي فيها إنه لا نوتيفيكاسيون إت أنفويي. هيك بكون صرت أكيدة إنه أنا عملت له ببليه، أنا عملت له إبانجلي،
وأنا بعتت للنوتيفيكاسيون تأتأكد إنه أنا بعتت الدفوار والدفوار مزبوط، بفوت على روبريك دفوار وبلاقي إنه الدفوار مبين عند الأوبيسات. رح نشوف كيف ما بيبين وبعرف إنه في شيء ما نواصل لعند التلاميذ. إذا أنا فتت على الدفوار وعملت له موديفيه، في شيء بدي زبطه، عملت له هون كونتينيه، زبطت الشيء، شلت مثلا الابسات سي وحطيت له اوكي وعملت كونتينيه. اذا نسيت حط بوبليه وطلعت منها، فتت على حيلا شيء تاني فكرت اني حطيت بوبليه، بفوت على دوفوار بنتبه انه بقلب الدوفوار ما في شيء اسمه ابسات دوفوار موليكول، ما بين، فاذا ما وصل عند التلاميذ. بطلع على المساج بلاقي انه الدفوار موجود هون، بكبس عليه وبرجع بتاكد من كل الاتاب احني انا وصلت على هيدا الاتاب يلي فيها بعد ما كبست على ببليه. برجع بكبس على ببليه، ساعتها بيكون وصل للتلاميذ. كمان بتاكد اني عامله ايبانجلي وبرجع بعمل نوتيفيكاسيون انفويي رابيل. كمان رح نرجع نعيد تنتأكد انه هيدا الدفوار وصل للتلاميذ، ما علي الا اكبس على روبريك الدفوار من بعد ما يكون تأكدت انه عمل لي نوتيفيكاسيون. بكبس على روبريك دفوار ويحوي بيان الدفوار يلي بعتته مدام جسمة. فاذا اهم شغلة بليز اذا فينا نكون عم نتأكد انه عم نحط مزبوط اللينك يلي عم نحطه، عم نحط مزبوط الاتاتشمنت يلي عم نحطه، واذا اكيد عم نبعت هيدا الدفوار عم نحط له ببليه ايبانجلي نوتيفيكاسيون انفويي رابيل. رح نعمل اكزامبل تاني تنشوف اذا ما بدي الولاد يردوا علي. نفس الشيء، فوت على مساج اجوتي هومورك، بكبس على التيتر، الأور والفان، بكبس على لكتير سول، فإذا ما رح بقى يبين عندهم للتلاميذ إنه بيقدروا يبعتوا لي شيء. بكبس على كليك إيسي، بعمل اتاتشمنت لليان جوجل دوكس يلي عندي إياه. بعمل سيليكسيون للاو ار ال، رايت كليك، بيست، تارجت، نيو ويندو، اوكي. من بعدها كونتينيي. بار كلاس ما بقى فينا ننقي فيها، نفوت على البارا، مننقي كومبليمونتير، او بي سات، اجوتي. بتاكد انه وصل على الاو بي سات ا، او بي سات بي، او بي سات سي. بدي ارجع اذكركم نحن عم نبعت لكل البارا إلا بس لصف الترمينال. نعمل continue ومننتبه إنه بهيدي الباج من تحت هيك الولاد رح يبين عندهم تحت ما بقى عندي هيدي الروبريك يلي فيه بقلبها attachment و envoyer. فإذا ليش؟ لأنه أنا كبست على lecture seul. من بعدها بعمل publier، بتبين لي الوقت، بعمل épingler، برجع نوتيفيكاسيون انفويي رابيل. وبذكركم تنتأكد انه وصل الدفوار لعند التلاميذ بطريقة مزبوطة بدي فوت على الروبريك يلي اسمها دفوار، بنطر تترجع تفتح الصفحة عن جديد لانه انا بعتت نوتيفيكاسيون، بكبس على دفوار وبيبين لي ابسات دفوار موليكول. تنعمل كومباريزون، هيدا الدفوار هو يلي فيه بقلبه ريبونس، بيقدروا الولاد يعملوا لي ريبونس عليه. رح نفتحه ونشوفه. لما بنزل لتحت بشوف attachment، select وانفويي، وهيدا الدفوار الثاني يلي ما حطينا فيه attachment وما بيقدروا التلاميذ يكونوا عم يبعثوا لي attachment لانه هيدا جوجل
الفرن.